اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم استاد الاهلي. اكيد مستمرين في تغطيتنا لكاس الامم الافريقيه بالجابون 2017. كلامنا النهارده هيكون عن المجموعه الثالثه، يعني المجموعه الثالثه دي مهمه بالنسبه لنا، بالنسبه لمنتخبنا الوطني، لان اللي هيبقى هيصعد منها هو اللي هيقابل الصاعد ايضا من المجموعه الرابعه اللي هي مجموعه مصر وغانا واوغندا. طبعا هي المجموعه اللي هتكون ان شاء الله موجودين او هنقابلها بشكل كبير. خليني اكلمكم قبل ما نتكلم بشكل عام على مباريات النهارده، يعني كوت ديفوار والكونغو وايضا المغرب وتوجو في المجموعه الثالثه. اكيد لازم نتكلم على مباريات الامس، مباريات المجموعه الثانيه، كانت زي ما بنقول مجموعه قويه جدا، مجموعه الموت. نتائج امبارح بشكل كبير الى حد ما حددت مين اللي هيصعد للادوار او الدور القادم ان شاء الله. يمكن السنغال اثبتت بشكل كبير انها فريق قوي، فريق مرشح بشكل كبير لهذه البطوله عن طريق ادائه وعن طريق نتائجه في هذه البطوله. اعتقد ان 6 نقاط خلته خلاص ضامن بشكل كبير الصعود للدور القادم. يمكن فوزه امبارح على زيمبابوي 2-0 اعتقد اثر بشكل كبير على شكل المجموعه ايضا، وفوز تونس امبارح على الجزائر في مباراه قويه، مباراه ما كانتش بالسهل ابدا المباراه تعدي بالشكل ده، ولا حد كان يتوقع انها تعدي بالشكل ده، ولكن تونس تفوقت على نفسها بشكل كبير، كسبت المنتخب الجزائري القوي اللي مليء بالنجوم الكبار خصوصا في الدوري الانجليزي، يعني عنده اسلام سليماني طبعا، رياض محرز في ليستر سيتي، ولاعبين مميزين جدا، ولكن فاز امبارح المنتخب التونسي 2-1. واعتقد ان الامور في هذه المجموعه ما زالت، وهناخد راي طبعا ضيوفنا في هذه المجموعه ايه الاخبار. هي لسه في كلام في هذه المجموعه، اكيد في لسه كلام، ولكن خلينا نرحب بضيوفنا وضيوف طبعا استاد الاهلي كابتن ماهر همام، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بيك كابتن. اهلا فاروق، اهلا بيك، نور يا كابتن، ربنا يخليك. استمتع بيك والله على طول. الله يكرمك كابتن. كابتن احمد بلال طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن احمد مساء الخير يا كابتن احمد. كابتن فاروق ازيك، اخبارك؟ منور ابو كابتن، وحشني جدا. انت بتوحشنا على طول، ربنا يخليك. وكابتن ماهر النهارده مبسوطين طبعا موجودين معانا النهارده في قناه الاهلي طبعا، وبيتنا كلنا منورين كلكم كابتن طبعا. خلينا كابتن اكلمك على مباراه الامس، مباراه المجموعه الثانيه. يمكن لو اتكلمنا على البدايه، يعني مباراه الجزائر وتونس مباراه قويه احنا شفناها وكنا مع بعض كابتن ماهر، يعني تونس يعني اثبتت انها منتخب قوي، منتخب عرف يتعامل مع المباراه بالشكل اللي مطلوب. شفنا الربع ساعه الاولانيه كانت في اتجاه الجزائر، لكن الوضع تحول الى حد ما سجال، ولكن تونس تفوقت على نفسها في الشوط الثاني بشكل كبير زي ما احنا كنا بنتكلم. ما عرفتش ترجع الجزائر للمباراه غير بهدف في الدقائق الاخيره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنبارك لتونس فوزها امس وحصولها على اول 3 نقاط، وكان ليا الشرف طبعا انا وانت فاروق والكابتن هادي ان احنا نحلل المباراه ديت. وقبل استوديو التحليل قلنا ان ده ديربي عربي يجمع فرقتين من شمال افريقيا، معظمهم من اللعيبه الدوليين المحترفين في الخارج، يمكن اكثر من 17 لعيب موجود في كل فريق بيمثل بلاده في الدوري الاوروبي. وتنبأنا ان هتبقى اقوى مباراه، محمد لو تفتكر اقوى مباراه موجوده في المجموعه الثانيه، وهتبقى اقوى مباراه موجوده من خلال ال3 مجاميع اللي اتلعبت. والحمد لله التنبؤ جه بشكل كبير جدا، ان احنا كلنا اجمعنا ان تونس اكتر تنظيما دفاعيا من الجزائر، واكتر تنظيما هجوميا بالنسبه للجزائر. قدر المدربين الفنيين ان هم يشوفوا بعض بشكل كبير جدا، ومن خلال الرؤيه الفنيه لكل مدرب اختاروا الطريقه المناسبه والشكل والاداء واللاعبين اللي يمثلوا هذه المباراه. تونس كان ليها الحظ الاكبر محمد في انها تكسب المباراه، اتعاملت مع الجيم من خلال الشوط الاولاني، تحفظ واضح جدا من المنتخب التونسي، نزعه هجوميه من المنتخب الجزائري. وزي ما انت قلت في بدايه كلامك ان منتخب الجزائر بيشمل اقوى ثلاثي هجومي في الخط الامامي، وعلى راسهم اسلام سليماني اللي هو راس الحربه القوي اللي بيتحرك بشكل كبير جدا، ويعتبر هداف من ضمن الهدافين الموجودين في الدوره. الثلاثي اللي من خلفه ياسين ابراهيم ورشيد غزال ورياض محرز من اللعيبه المهاريه اللي بيلعبوا في اوروبا وعندهم باع كبير جدا في الشكل الهجومي. التحفظ اللي عمله منتخب تونس في الشوط الاولاني بالذات ان هو حافظ على نص ملعبه، رجوعه في توازن دفاعي 3 خطوط قريبين من بعض، خط الظهر اتعامل مع الثلاثي الهجومي الجزائري بشكل ايجابي بشكل احترافي في الرقابه والميلان والتغطيه والصحصحه بلغد الكوره في كل كوره بتيجي على دفاع تونس. طبعا بالنسبه
للرقابه اللي اتعملت من صيام ابن يوسف وايمن عبد النور وبالاخص ايمن مع اسلام سليماني من خلال الشوط الاولاني، واضح قوي ان كان في رقابه لصيقه بالنسبه له، منعه بشكل كبير جدا في الكرات العاليه والكرات الارضيه، ان هو كان مدافع بشكل ايجابي. كل اللي لجأ بيه خط هجوم الجزائر انه بادر دفاع تونس من البدايه في الضغط عليه. والضغط ده اثمر يا بلال على كور ثابته من الجناب قدرت توصل بيها الجزائر لمرمى تونس. قدر يعتمد على كور ثابته من ناحيه الكورنر، خصوصا عنده قامه في الاطوال يقدروا يلعبوا ويجدوا العاب الهواء، لكن دفاع تونس قدر ان هو يكون يقظ في الشوط الاولاني بشكل كبير جدا لهجمات الجزائر. اختلف اختلاف كل يا بلال الشوط الثاني، رؤيه الاثنين مدربين فنيين، مدرب تونس كان اكثر ذكاء، بدا عارف ان المباراه دي بالنسبه له حياه او موت، المباراه دي بالنسبه له 3 نقاط، فبدا يبادل ويفاجئنا ان اتغير الشكل وتغير الطريقه بالنسبه للتحفظ الدفاعي للانطلاق للهجوم، وقدر من خلال الهجوم المنظم اللي بداوا من يوسف المساكني والخرزي، هم الاثنين بلال محمد تفوقوا بصراحه بشكل كبير جدا، وقدروا يخترقوا دفاع الجزائر اللي معظمه دون المستوى، يعني الرباعي اللي موجودين في خط ظهر الجزائر اقل الخطوط بالنسبه لخط النص. احرزوا هدف في مرمى كابتن عيسى ماني بالظبط، قدر المساكني كمان يا بلال ان هو يسجل الهدف الاولاني من خطا دفاعي. عايز يمكن يعني اؤكد على كلام كابتن ماهر واضيف ان تونس يعني ما يجب ان تفعله ما فعله المنتخب المصري امام المنتخب الاوغندي وما فعلته في تونس امام المنتخب المغربي. الخوف والقلق والحذر الزائد اللي كان فيه المنتخب التونسي امام المنتخب السنغالي في اول مباراه تخلوا عنه تماما، المدير الفني قدر يخرج الفرقه من الحاله دي زي المنتخب المصري او المنتخب المالي بالظبط، خايف الان في حذر، حذر في الناحيه الهجوميه، عنده بيدافع بشكل مكثف، بيلعب على اخطاء الفريق اللي قدامه، عشان كده السنغال ما قدرتش تدي ما ادتش مساحه لتونس في المباراه الاولى، وتونس كمان كان نازل قلقان، الفرقه كانت خايفه، مفيش ضغط زي ما حصل في مباراه الجزائر. اللي حصل من يوم المدير الفني المنتخب التونسي في مباراه الجزائر ابتدى يخلي اللعيبه تتحرر في الملعب، ابتدى يضغط من قدام، ابتدى يلعب على اقل خط دفاع زي ما قال كابتن ماهر اللي هو خط دفاع الجزائري. ولو شفت كابتن فاروق وتابعت في مباراه كاس العالم التصفيات المنتخب الجزائري امام المنتخب النيجيري اتهزم 2 وكان ممكن يتغلب 3 و4 لسوء الخط الدفاعي. منتخب الجزائر افتقد اهم ميزه بالنسبه له، الضغط في نص الملعب على الخصم، وده اللي ما عملهاش في مباراه نيجيريا، وده برضه اللي ما عملهاش غير شويه في الشوط الثاني امبارح لما لقى ان النتيجه بقت 2-0 المنتخب التونسي متفوق، ابتدى يضغط في الشوط الثاني قبل ما يحرز الهدف وبعد ما احرز الهدف، ولكن طبعا كان ذكاء المدير الفني التونسي ان هو قادر يقفل نص ملعبه بشكل جيد. اللي حصل امبارح ان منتخب تونس ما بيستناش المنتخب الجزائري انه يجي له لحد ال 18 او المناطق الخلفيه ويبتدي يضغط عليه، لا كان الضغط من اول الملعب ثم الهجمات السريعه من على اطراف الملعب دي اللي ادت التفوق امبارح للمنتخب التونسي. بامانه بلال وبامانه كابتن ماهر، يعني لولا حارس المرمى التونسي في بدايه المباراه كان ممكن الامور تتغير، يعني هو كان في طبعا في بدايه اللقاء كره بالراس وايضا تسديده من منتصف الملعب لفريق الجزائر، كان الموضوع كان ممكن يتغير بشكل كبير. بس التماسك اللي حصل بعديها للمنتخب التونسي يحسب للعيبه والمدير الفني، انك لما فريق زي الجزائر بالقوه دي بالامكانيات دي، انت بتتكلم في 4 أو 5 لاعبين يمكن مصنفين من اللعيبه الافضل في افريقيا، وان كان في واحد فيهم واخد جائزه افضل لعيب في افريقيا، وانك يبتدي المباراه بمبادرات هجوميه وعندك كورتين يطلعهم الحارس، ده طبيعي يحصل انكماش للعيبه تونس. لكن اللي حصل عكس كده، الفريق لا يعني دخل قدر ان هو يرجع في المباراه بسرعه، قدر ان هو يستحوذ على نص ملعب، عنده اتنين في نص ملعب عنده، خاصه اللي مسكني امبارح كان يعني ادى مباراه رائعه جدا جدا جدا. كان المنتخب التونسي فعلا محتاج معلم امبارح في نص ملعب، اللعيبه تثق فيه، يعني دايما عارف كل فرقه تبقى لازم يبقى عندها لعيب، يعني ده المعلم بتاعهم، ان لما يتزنقوا لما يبقوا تحت الضغط يلعبوا عليه. هو كان اللي مسكني امبارح في المباراه كده، كان يلعبوا عليه، كان يريح الفرقه، عنده مهارات، يقدر ينقل الفرقه بمهاراته بسرعته بالثرو باس اللي كان بيعملها على اطراف الملعب، عشان كده المنتخب التونسي تفوق بشكل كبير لانه قدر يلعب على نقاط الضعف على المنتخب الجزائري. انت عارف يا محمد كابتن كمان كان في نقطه مهمه جدا لو حضراتكم يعني اخذتوا بالها منها امبارح، ان منتخب تونس كان بيتحكم في وقت من الاوقات في رتم المباراه بالظبط، اللي هو يعني وقت ما بيحب يمسك كوره عشان المنتخب الجزائري وكان متفوق الى حد كبير بيروح ماسك الكوره ويبتدي ينقل، وعندهم القدره المساكني كان بيعملها بشكل كويس جدا، هو اللي كان قائد للجزئيه دي. بص يا محمد بلال، الثقه جت من خط ظهر تونس وحارس مرماه في البدايه زي ما محمد قال، وبعدين اتنقلت لخط ظهره
واخد بالك، اللي هو قدر يسيطر بشكل كبير جدا ويمنع الثلاثي الخطير بالنسبه للجزائر، ويقدر يشيل حركتهم بشكل كبير جدا. وبعدين يا محمد النقله بقى بتاعت الاثنين في نص الملعب اللي هو فرجاني ومحمد امين اللي هو نزل كان بديل في المباراه الاولى بدل حمزه الاحمر. دول يا محمد كانوا يا بلال بصفه رمانه الميزان لنص ملعب تونس، وده اللي ادى الحريه والمرونه للمساكني والخزري ونعيم السليتي ان هم يهاجموا بشكل كبير جدا، وحاسين ان في نص ملعب لغه الكره معلم قادر يتحكم في رتم المباراه، مسكوا نص الملعب بشكل كبير جدا. واحنا قلنا المباراه اللي بالشكل ده الديربي اللي بيمسك نص الملعب بالذات، وانتم طبعا لعيبه كبار وعارفين، بيقدر يتحكم في مسار المباراه وزمام المباراه. فهم النهارده ثلاث خطوط اكتملوا بشكل كبير جدا، خط ظهر على اعلى مستوى، قال اثنين في نص الملعب محاور بشكل كبير جدا بيغطوا وبيميلوا وبيهاجموا وبيساندوا الثلاثي الهجومي بشكل كبير جدا، ثلاثي هجومي على اخطر مما تتخيل. والمساكني يعتبر رجل المباراه الوحيد في 90 دقيقه اللي قدر انه يعمل الفارق بشكل كبير جدا في ادائه المتميز. يعني نقطه ثانيه كابتن فاروق كابتن ماهر، يعني ما ميز المنتخب التونسي امبارح ان خط الدفاع بيلعب كوره، بيقدر يوصل كوره لعيبه نص ملعب اللي عندهم ثقه. يعني امبارح بعد الضغط الاول 10 دقائق للمنتخب المغربي كان من الطبيعي ان اي كره تيجي للجزائري اسف ان اي كره تيجي تتلعب طويله، لكن المنتخب التونسي لا قدر يمتص الحته دي. والمدافعين الحقيقه يعني كانوا في تميز كبير جدا ان هم بيمسكوا الكره وينقلوها ويقدروا يطلعوا بيها ويوصلوها لنص ملعب، لان عندهم نص ملعب زي ما قال كابتن ماهر نص ملعب محترم، عندهم امكانيات لعيب بيعرفوا يباصوا ويستلموا ويرقصوا ويفتحوا على اطراف الملعب، وده اللي عمله المنتخب التونسي امبارح في المباراه. ودايما لما بيبقى عندك مدافعين بيعرفوا يلعبوا كوره بتبقى مطمن مش قلقان، بتلعب كوره وانت حاسس ان الكوره هتطلع لقدام بنظام بترتيب. اللي عمله المدافعين امبارح بتوع المنتخب التونسي طبعا يحسب بشكل كبير للمدير الفني اللي بيبني خطته على الطريقه على طريقه اللعب مع المنتخب المصري ايضا في المباراه 1-0. هنا كان حيدر شفت كل المباراه ما بيطفشوش الكوره، بيلعبوها من رجل لرجل من رجل لرجل، وبيعتمد طبعا على امكانيات لعيبه نص ملعب وخاصه المساكني اللي قدم مباراه رائعه جدا امبارح. طيب يا كابتن، يمكن مباراه السنغال بقى وزيمبابوي كلنا يمكن يعني بعد ما شفنا السنغال في المباراه الاولى قلنا لا هي مرشحه بشكل قوي لهذه البطوله، وفعلا يعني هي مباراتين حتى الان 6 نقاط، هي على راس هذه المجموعه، بيجي وراها طبعا تونس ب3 نقاط ثم الجزائر وزيمبابوي. فبالتالي مباراه الامس امبارح يا كابتن ما بين السنغال وزيمبابوي، يمكن السنغال تساهلت بشكل كبير على هذه المباراه وضيعت اهداف كتير. خلينا نقول هم خلاص يعني اطمنوا بنسبه 90% تواجدهم في الدور القادم. فبالتالي امبارح رايتك للمباراه، ويمكن يعني عايز يعني مع السؤال ده انك تقول لي هل فعلا يا كابتن في فرصه لمنتخب الجزائر ان يبقى موجود او منتخب زيمبابوي يبقى موجود، والامور هل متشابكه ولا الامور اتحسمت بشكل كبير؟ امبارح السنغال محمد فعلا حسم المجموعه دي، 6 نقاط اديته ثقه بشكل كبير جدا، وكان واضح التصنيف. انا اسف كابتن بس عشان انا بيجي لي تليفون من اوغندا من الجابون مهم جدا بالنسبه لي، استاذ محمد الشرقاوي ناقد رياضي ورئيس القسم الرياضي بالمصري اليوم والناقد الرياضي الجميل جدا جدا. ازيك يا استاذ محمد؟ استاذ محمد طيب فاصل عشان هو جميل. فالسنغال حسمت المجموعه ديت ب6 نقاط، طبعا اديتها ثقه كبيره جدا. السنغال عندها مدير فني على اعلى مستوى، عندها لعيبه محترفين في اوروبا على اعلى مستوى، اتعاملت من البدايه، واحنا قلنا البدايه مهمه جدا لكل فريق. السنغال قدرت ان هي تكسب تونس في اول مباراه 1-0، وده اديتها الثقه اديتها الدافع بشكل كبير جدا في المجموعه. مكسبها لزيمبابوي اكد هذا الثقه وهذا الانتصار. زي ما انت قلت فاروق، يهم الجزائر ان هي تبقى موجوده على الساحه. انا شايف ان السنغال هيستمر بالدفعه ديت حتى المباراه الثالثه. بعض التغييرات من المدير الفني لبعض اللاعبين المؤثرين في فريق السنغال هيفضل ان هو يعمل تغيير وراحه ليهم، هيدور على البديل اللي يجهز البديل في المباراه الاخيره الثالثه على اساس يبقى عنده بديل قوي يقدر يفيده في حصوله على المركز الاول وبعدين مروره للبطاقه الثانيه. فكلها دي ترتيبات موجوده مع الفرق الكبيره المصنفه. السنغال من ضمن الفرق المصنفه محمد للحصول على البطوله، صحيح. فاكيد الكلام ده مش وليدة اللحظه، الكلام ده اكيد بتاريخ قوي جدا للسنغال في هذه البطولات.
اللعيبه المحترفين اللي موجودين اللي بيمثلوا منتخب السنغال على اعلى مستوى. المدير الفني بيفكر في المرحله اللي بعد كده بلال، يهمه المرحله القادمه اللي هي احساسي كده ان هيطلع اول مجموعه. وجوده بالظبط، وجوده اول مجموعه فاكيد هيبدا يوضب للثاني اللي جايله من المجموعه، افتكر الثالثه او الرابعه، فازاي هيبدا يتابعه من ناحيه التحليل هو الفني. هو كده كده بقى اول مجموعه خلاص، اول مجموعه السنغال اول مجموعه. بتتكلم تونس عندها ثلاثه وباقي لها مباراه واحده ومغلوبه، فهو مغلوبه كمان من السنغال. الجزائر عندها مباراه صعبه مع السنغال، مباراه قويه جدا. المجموعه دي ما اعتقدش انها تحسم غير المباراه اللي جايه. طيب يعني ممكن يا بلال بس لو انت عندك رؤيه في هذه المجموعه وان في ممكن فرص يعني، بس هاخد رايك بس ممكن نروح فاصل نرجع كابتن ماهر يعني اكيد لو انت عندك رؤيه. فاصل سريع ونرجع نكمل مع ضيوفنا يعني شكل المجموعه والاشتباك اللي موجود في المجموعه الثانيه.